اللي صار بدبلوم كتابة السيناريو هو بمثابة بداية، يعني نحن حطينا خطوتنا الأولى بمرحلة جديدة، هي مرحلة رح نفتح فيها يمكن صفحة جديدة بصفحة الدراما بكتابة السيناريو سواء للسينما أو للمسرح أو للمسلسلات. فبالنسبة للطموحات هي ما بتوقف، بالنسبة للأحلام ما بتخلص. فمثل ما ذكرتي هي أكيد انتصار شخصي بمساعدة الكل وبدعم الكل، ضروري نكون أقوياء لحتى نستمر ولحتى نجرب نحدث تأثير معين ونقدم رسائل نحن بحاجة إلى بكل مجتمعاتنا العربية.